كانت عندنا وقفه اليوم احتجاجيه بين المطالب تسريع وتيره الانجاز، فتح الموقع لشهاده التخصيص، المطالبه بلجنه التحقيق في المعايير التي بنيت عليها المواقع السابقه لمواقع سكنيه عدن، الاسكان في اقرب وقت لانها 8 سنوات يعني الوقت راح يعني انتظار ومعانا طويله، ومن بين المطالب كذلك اقاله المدير الجهوي لوكاله عدن لان ما كانش حاجه ملموسه وما كانش كاين تهميش وكاين عدم متابعه المشروع. المشروع يعرف تأخر فادح، وكذلك من بين المطالب رحل الشركة الوهمية جاس إيمو التي تفرض أعباء بدون وجه قانوني يمسح حق الملك. هي أن الإعلام يركز على نقطة فيما يتعلق بالأعباء، الإعلام يقول بالأعباء غير موجودة، ولكن المشكلة ليست موجودة أو غير موجودة، المشكلة في قانونية هذه الأعباء، لأن المرسوم هناك مرسوم ينظم الأعباء هو المرسوم 1499. نحن نطالب بتطبيق المرسوم 1499 بحلفه، يعني موجوده او غير موجوده هذه مش مشكله، هي قانونيه او غير قانونيه. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.